هيجيك تعزيز جهازي وهيجيك ايضا موظفين تعزيز جهازي سامي علي عباس سامي علي عباس صلى علي دور من دور بردقة قادر علي بردقة عنده علي حسب البصمات اكو شخص يعني بصمته ما تطلع طلع لي يعني بصمات حاول ما مره مرتين اكو شخص لا سبب بينه اكو يعني بيانات التغيير اكو من مركز لمركز يعني معدل ايش قد تستغرق بالبيانات من 5 الى 10 دقائق من 5 معدل اي معدل من 5 دقائق الى 10 دقائق تقريبا يا يا ساعه والله تقريبا خلينا 8 و 9 حسب تواجد المواطنين الا يقبلون الا يقبلون او اخر اثنين 9 5 ان شاء الله متعاونين مدير الحي متعاون مدير الكادر مال الجاي الجولة الليلية اليوم نقوم بها على مراكز التسجيل التابعة لمحافظة نينوى هناك تواجد في بعض المراكز كثافة سكانية من قبل الناخبين تجري عملية التوزيع وفق الإجراءات الموضعة من قبل المفوضية هناك تواجد من الموظفين المفوضية في هذه المراكز متطوعين بعد انتهاء الدوام الرسمي الساعة الرابعة إلا أنهم بقاؤهم في ساعات متأخرة من الليل هو من نابع من حرصهم وتفانيهم في العمل عملية التوزيع تجري تصاعدية هناك نسبة تصاعدية في عملية التوزيع نأمل أن يكون هناك
ايضا تواجد لجميع الناخبين في جميع الاقضية والنواحي المحافظة. كما تعلمون ان عملية التوزيع هي وفق مدة قصيرة، ان شاء الله بعد تعاون الجميع ستتم عملية توزيع البطاقات وفق المدة المحددة ان شاء الله. يعني كما ذكرنا قبل قليل انه عملية التوزيع تجري في 140 مركز تسجيل. عملية التوزيع من قبل المفوضية هي إجراءات جديدة وفق التسجيل البيومتري، وبعدها يتم تسليم البطاقة إلى الناخب. المفوضية جاهزة، هنا تجهيزات متكاملة، عملية التوزيع تجري، إلا أن في بعض المناطق تواجد بطيء. نأمل أن يكونوا متواجدين في هذه الأيام حتى يتم التوزيع بشكل كامل إن شاء الله.